كان في الأستاذة هدى كانت سألت من حلقتين بتتكلم عن قراءة المرأة الحائض للقرآن الكريم أثناء شهر رمضان، هي بتسأل عن حكم ده. الحقيقة ست هدى إن ما عليه الجمهور هو المنع للمرأة الحائض إنها تقرأ سواء من الحفظ أو من الأجهزة اللوحية، ده رأي الجمهور. الإمام مالك يرى بأنه للمعلمة وللمتعلمة يجوز، وهناك بعض الفقهاء من يرى أنه يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن الكريم. إحنا هنمسك العصاية من النص، ممكن ناخد في هذا الشهر المبارك شهر رمضان، لأن ده زمان شريف وبيجي مرة في السنة، نأخذ برأي من ونقلد رأي من أجاز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن الكريم، بس هنمسك المصحف من الأجهزة اللوحية، الموبايلات، الأجهزة اللي عليها القرآن الكريم وأقرأ منها أو من محفوظي، والله تعالى أعلى وأعلم. وعلى فكرة هذا البعض الذي يجيز ده اختياري، ده هذا اختياري الفقهي.